تسارع جديد في الاحداث باوكرانيا الهجمات الروسيه الاخيره تنذر بدخول النزاع مرحله جديده اشد من سابقتها وعلى امل مواجهه تهديدات موسكو المتزايده تعول كييف بشكل كبير على الدعم الاوروبي ومن بين ابرز الوعود التي قدمها الاتحاد الاوروبي للجانب الاوكراني تشكيل بعثه خاصه لتدريب قواته وعد ظل حبيس قاعات اجتماعات التكتل ولم يتم تنفيذه حتى الان عندما نتردد نندم كنا نناقش مهمه التدريب الاوكراني على مدى شهور قبل الحرب ثم جاءت الحرب وقال الناس اوه كان علينا ارسال المهمه بسرعه والان نحاول الاسراع في ذلك لكن وفقا للمعايير الاوروبيه وهو ما يعني شهرين او اكثر ومنذ شن روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا بادرت دول تابعة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى تدريب جزء من القوات الأوكرانية لكن هذه الخطوة لم تأخذ طابعا رسميا وملزما لجميع الدول الأعضاء وفي ظل التصعيد الروسي الجديد قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النظر مجددا في مهمة التدريب خلال محادثات ستنعقد في بروكسل مطلع الأسبوع المقبل دول عدة قررت كذلك مد القوات الاوكرانية بمزيد من المساعدات العسكرية. فقد كشفت وزارة الدفاع الالمانية انها ستسلم اول منظومة من اربعة انظمة دفاع جوي الى اوكرانيا في غضون ايام. الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اكد بدوره دعمه الكامل لكييف في اتصال هاتفي مع نظيره فلوديمير زيلينسكي. كما أعرب عن التزام باريس بزيادة المساعدات ومنها العتاد العسكري الولايات المتحدة لم تغير موقفها هي الأخرى وتعهدت من جديد بمواصلة تقديم المساعدات الأمنية للجيش الأوكراني وفي نفس الاتجاه أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي يانيس تولتنبرغ أن الناتو سيستمر في دعم الشعب الأوكراني لأطول فترة ممكنة